تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف ومتابعة سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران، ينطلق يوم غد معرض البحرين الدولي للطيران لعام 2024 في نسخته السابعة، والذي يقام خلال الفترة من 13 وحتى 15 من الشهر الجاري، حيث سيشهد المعرض حضورا لافتا على المستويين الإقليمي والدولي من خلال مشاركة 223 وفدا مدنيا وعسكريا يمثلون أكثر من 56 دولة و60 شركة إقليمية وعالمية، وحضور 12 شركة دولية متخصصة في خدمات المناولة الأرضية للمطارات لأول مرة من الاتحاد الأوروبي وآسيا وأمريكا. وعلى مدى أيام المعرض الثلاثة سيتم عرض برنامج متكامل للوفود المدنية والعسكرية الزائرة عبر ربطهم للشركات وصناع القرار، إضافة إلى المنتديات النقاشية مع نخبة من المتحدثين من القطاع الحكومي.